مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج اسأل القانون. اليوم ضيفتنا الدكتورة بشاير صلاح الغانم، حياك الله والسعادة مباركة. طبعا دكتورة بشاير دكتورة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت، واليوم ان شاء الله راح نتطرق حق موضوع شطب العلامة التجارية. ممكن اغلب الناس يعني تسأل طريقة التسجيل أو وش الأمور اللي ممكن أحمي العلامة التجارية، لكن بنتطرق حق موضوع الشطب اللي راح يلم جميع هذه النواحي ونبسط الفكرة إن شاء الله مع دكتورتنا. مسي عليكم بالخير، حياكم الله. مسي عليك بالخير. مساك الله بالنور وسرور ومشكورين على هذه الاستضافة. سعد مبارك، نشرف. طبعاً دكتورة، حابين أول شيء يعني نتكلم بلغة بسيطة قانونية، شنو هي شطب العلامة التجارية أو من وين نبدأ فيها أساساً نبسطها حق السادة المشاهدين؟ شطب العلامة التجارية هو إجراء يكون بعد تسجيل العلامة التجارية وبعد وجود هذه العلامة وقيدها في سجل العلامات التجارية، فتطرأ بعض الحالات اللاحقة على تسجيلها تتطلب محو وإلغاء هذا التسجيل من سجل العلامات التجارية. ممتاز. فيعني احنا اليوم نقول ان اي شخص عنده بزنس معين او هوم بزنس، زين، سوى له شعار معين واسم معين، زين، وقام مثلا خلينا نقول اذا كان خلينا نقول بزنس معين راح يقوم يسجله بوزارة التجارة، فلذلك في علامة تجارية لاسم معين ونشاط معين بلوجو معين، فهذا الحين احنا هنقول العلامة التجارية. لكن اذا خضع هذا الامر حق هوم بزنس، هل تكون علامة تجارية ولا ما راح تكون علامة تجارية؟ الهوم بزنس راح يكون تسجيل العلامة التجارية في هذه الحالة كأنه تسجيل فرد، لان قانون العلامات التجارية يسمح في تسجيل علامة لصالح شخص وطبيعي أو اعتباري، وإذا كان هذه الأشخاص مسموح لهم قد يكونون محليين أو أجانب، إلى جانب السماح في تسجيل علامة لمنظمات أو أشخاص اعتبارية عامة في ذات الوقت. فلهذا السبب أن المشاريع المنزلية تخضع لإمكانية التسجيل. ممتاز. دكتورة بشاير، كلمينا عن أسباب اللي مثلاً يلجؤون فيها لشطب العلامة التجارية أو الحالات. بالنسبة لشطب العلامة التجارية من سجل العلامات التجارية، هو حالات واردة على سبيل الحصر ومذكورة في الفصل الثالث من قانون العلامات التجارية رقم 13 سنة 2015، باعتبار أنه هو قانون جديد ثمرة التعاون ما بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبناء على هذا القانون يسمح في شطب العلامة التجارية لأن في علامة أصلا مسجلة ولم يتم استعمالها، فيكون في سبب داعي لتسجيلها. وأيضا في مجال شطب علامة تجارية لعدم تجديدها، لأن كون أي علامة تسجل لها مدة زمنية اللي هي 10 سنوات، فإذا مرت هذه 10 سنوات دون تجديد فيكون مجال لشطب العلامة التجارية وفق ضوابط معينة موجودة في القانون. وأيضا صاحب العلامة التجارية نفسه يمكن ما يبي يستمر في تسجيل هذه العلامة التجارية، فهو يقدر يطلب من الإدارة شطب هذه العلامة التجارية. وأيضا قد يكون سبب شطب العلامة التجارية هو شطب بسبب تسجيلها بوجه غير حق ويكون مخالف لشروط تسجيل العلامة التجارية الواردة في القانون، فترفع دعوة قضائية في هذه الحالة. وخصوصا هذه الحالة ترى لو نشوفها ترى مو بس مقصور حق رفع الدعوة في هالحالة اللي صاحب المصلحة، حتى الجهة الإدارية المختصة تقدر أنها هي ترفع دعوة لشطب هذه العلامة. لأن في الواقع العملي القانون سمح أن يكون عندنا سجل تجاري، وهذا سجل تجاري إلكتروني من باب وجود قاعدة بيانات إلكترونية تسمح كل شخص أنه يشوف إجراءات اللي هو قاعد يتبعها في تسجيل علامة وتجديدها وغيرها من الإجراءات، وحتى تقديم اعتراض من خلالها. فاللي يصير أن سابقا قبل هذا القانون كان عندنا مسألة تسجيل العلامة عن طريق الورق،
فكانت تحفظ وطريقة الأرشفة ورقية. فلما انتقلنا إلى مرحلة الإلكتروني، هذا جانب حول العالم يعني تم اتباعه، صار في مشكلة إن هل العلامة مسجلة، علامة غير مسجلة، فالقاعدة غير مكتملة، فقد تقع خطأ، وهذا الخطأ وارد حول العالم، مو بس صحيح. أي دولة معينة، حول العالم. أتوقع دكتورة لذلك ما قلت لك خمس بالخير، نشوف دائما في بداية تسجيل اختار أربع أسامي، صحيح، أساس ممكن يكون في تطابق بالاسم الأول أو الثاني أو الثالث، يرجعون حق الرابع. فأتوقع هما حطوا هذا خلينا نقول الاختيارات لعدم تطابق أي اسم تجاري سابق في قاعدة البيانات، وقد يكون اسم واحد يعني من التجارب في تسجيل العلامات اللي أقوم فيها، الاسم واحد كافي، نفس الاسم بذات الشعار كافي، إلا إذا كان في فترة مراجعة الطلب من قبل الإدارة المعنية إنه يشوفون إن في علامة سابقة مشابهة أو مطابقة، هني يطلبون من صاحب الطلب إنه هو يدخل عليها تعديلات. إذا أدخل عليها تعديلات هني يراجع الطلب مرة أخرى لمعرفة هل إنه هو مسموح ويكمل الإجراءات أم يصير عليه إدراج تعديل آخر من عدمه. الحين مثلا أنا بسوي لي مشروع واخترت علامة تجارية معينة ورحت عشان أسجل هذه العلامة، وبعد ما سجلتها اكتشفت بعد فترة مثلا أن في شخص مقلدني ومسوي نفس العلامة، أو مثلا فتح يمي مطعم أو محل وحط نفس الاسم، وممكن أنه غير شيء بسيط بالاسم، يعني مو نفسه بالضبط لكن في تغيير. هني أنا أقدر أن أنا أشتكي، شنو الإجراء اللي أسوي إذا صار معي هالشيء؟ هذا اللي تفضلتي فيه هو واقع ويمر فيه مجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع. الإجراء المتوفر لهم أنهم يقدرون يرفعون دعوة لشطب هذه العلامة شطب قضائي، وهذا يتطلب وجود دعوة قضائية، لأن هذه العلامة لما يسجلوها وهي العلامة الثانية سجلوها بالمخالفة لتسجيل سابق لعلامة موجودة مسجلة، فصاحب الشأن يقدر يرفع هذه الدعوة القضائية، وإذا رفع الدعوة القضائية وأثبت ذلك أمام القاضي وأصدر حكم قضائي، هذا الشط ما يرتب أثره مباشرة، يجب أن يصدر حكم النهائي في هذه الحالة، والشطب راح يكون بتقديم هذا الحكم للإدارة، يعني الإدارة ما راح تشطب العلامة إلا إذا تم تسليم هذا الحكم إلى الإدارة. وفي نقطة ترى جدا مهمة، إن إذا صدر هذا الحكم وتم شطب تسجيل العلامة الثانية، ترى الشطب راح يأخذ أثر مباشر، يعني الفترة السابقة يعتبر التسجيل صحيح ومرتب لجميع آثار القانونية، فالحكم راح يكون أثره مباشر مو رجعي. حتى لو كان في اختلاف بالعلامة التجارية، حتى لو بسيط، حتى لو كان في اختلاف بسيط لكن يحدث لبس للجمهور، لأن إحنا عندنا في قانون العلامات التجارية إن العلامة التجارية يصير عندنا التشابه والانطباق إذا كان هذا التسجيل في ذات الفئة، لأنهم مقسمين إلى فئات، فئات أقضية، فئات ملابس، مجوهرات وخدمات، فإذا صارت العلامة من ذات الفئة أو مشابهة فهني يكون عندنا هذا التطابق اللي غير مسموح وفق القانون. ممتاز. في أحد الحالات اللي كم مرت علي، الحين غالبا يستخدمون مثلا اسم خلينا نقول وهو فعل، يعني جرب مثلا، خلينا نقول اسم محل اسمه جرب عصير أحمد، زين، ومحل ثاني جرب ملابس ناصر، هذا مشروبات ومجال التغذية وهذا مجال الملابس. الخلاف صار على كلمة جرب، وجرب هو فعل، زين، وخلينا نقول مؤخرا صارت مثلا هبة، كل من يعني يسمي النشاط ماله قبلها جرب، تراي عصير أحمد، تراي ملابس ناصر. فهل اليوم إذا كان الشخص الأول أخذ هذا الاسم اللي هو جرب أو تراي، هل هي حكر له مع أنه هي فعل وليس اسم؟ ما دام اسم مركب، إذا كان اسم مركب في مجال إنه وتغيرت الفئة، مو نفس النشاط، فئة مختلفة، فهني ما يكون في احتكار.
ليش؟ لأن القانون خذ الفكر العالمي، الفكر العالمي أنه يتيح مجموعة من القدرة أمام الناس أنهم يسجلون علامات تجارية، فصار في هذه الفئات. نعم. فهذه الفئات تقلل مسألة الاحتكار. زين، لو كان نفس الفئة بس المنتج مختلف تماما، يعني منتج مثلا نقول مشروب حار اللي هو مثل القهوة، ومشروب بارد مثل العصائر، راكناتهم تحت المشروبات. إذا كان من ذات الفئة أو من ذات الصنف وعرض الأمر أمام المسجل، لابد أن يتنازل شخص لشخص آخر. هذا البناء على نص القانون، أنه لابد من الاتفاق ما بين الطرفين على تنازل أحدهما عليه. أنا كنا بتجمع أصحاب مشاريع صغيرة، وكان في نقاش على هالموضوع، أنه والله فلان استخدم هذا الاسم وفلان قلده. فدائما نحن نقول لهم يا جماعة الخير، الأفعال هذه جاية حق العامة، خاصة إذا كان النشاط مختلف وفي شخص قام تقدم قضية، خلاص أصبح هذا الاسم اللي هو جرب يبيه يكون حكر له. فنقول لهم يا جماعة الخير، مجرد أن أنت تبي تحتكر هذا الموضوع، هذا فعل احتكار، لأنه هو أساسا فعل، أو إذا كان غير أنه فعل كجرب نستخدمه أو وظفه كاسم، فهو خلينا نقول ترند معين أو تحت إطار خلينا نقول زمني أنه دائما يستخدم هذا الاسم. وودي أضيف على هذه النقطة، أن في مجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع يلجؤون إلى التسجيل على اعتبار أنهم حفظوا حقهم في هذه العلامة التجارية، لكنهم في واقع العام سجلوا بس ما استعملوا. نعم. فشنو اللي يصير؟ أن لما أي أفتح مشروعي وأكون لي اسم وهوية تجارية وأبي أنزل السوق، وقبل لا أنزل السوق أبي أسجل، أروح أبحث ألقى فيه شخص عنده ذات الاسم وسبقني، لكن لما أي أبحث ما ألقى له أي وجود واقع عملي في السوق. فهني أقدر أني أطلب شطبها لعدم الاستعمال. لكن هذه الدعوة ترى من أخطر الدعوة. نعم. ليش؟ لأنه يطلب مني أن أثبت أمام القاضي أن عندي 5 سنوات هذا الشخص ما استعملها، سجلها بس ما استعملها 5 سنوات. سنة وبعدين وقف، سنة بعدين وقف، 3 أشهر وقف وغيره، هذا ما ما هذا العدد ما يوفر لي 5 سنوات. نعم. لازم 5 سنوات متصلة متتالية. نعم. وفوق هذا القانون عطى مجال أن الطرف الآخر أنه لازم يبرر لي عن سبب توقفه وعدم استعماله. إذا المحكمة اقتنعت بالتبرير إن مجدي إن بسبب إن قاعد يستعملها، في هذه الحالة المحكمة تستجيب له وترفض طلبي في شطب الدعوة. يعطيك العافية دكتورة، جدا واستمتعنا فيه وايد، لكن أتوقع داهمنا الوقت. نعم. فبنهاية حلقة اليوم نشكرك دكتورة بشاير على هذه المعلومات القيمة، وطبعا اللي يحتاجها أغلب أصحاب المشاريع ودائما محل خلاف، كل الشكر لك، مشكورة ويعطيك ألف عافية. شكرا. وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لضيفتنا على هذه المعلومات، ونتمنى أن استفدتم من هذه المعلومات، ونشوفكم في حلقات قادمة.